بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه حقه في الحياة بأن لا تزهق حياته عمدا إلا بما يضبطه القانون، وفي الصحة به والعناية به أيضا. ماله حقه في العمل وفي الكسب وفي المحافظة على ممتلكاته، وعرثه حقه في المحافظة على أسراره وخصوصياته وكل معطياته الشخصية. وقع التعرض لبعض هذه الحقوق في الباب الثاني من مسودة مشروع الدستور، ولكن يبقى عملا إنساني، والعمل الإنساني يسوده النقص. نحن نشكر كل عضو في هذه اللجنة على كل الجهود المبذولة التي قاموا بها، ولكن هذه بعض الحقوق التي لم يقع التعرض لها حسب رأيي في هذا الباب. حق المسن في الاهتمام به والرعاية به، وحق الشباب والأطفال في الترفيه وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وخاصة أركز هنا على حق الأطفال في الريف، وحق الجنين للوصول إلى هذه الدنيا. فيجب من رأيي أن الإجهاض يجب أن يعاقب عليه، والحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل كل المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية. فقد حرمنا هذا الحق من قبل، ولكن الآن يجب على كل تونسي أن يتمتع بحقه في ممارسة شعائره الدينية داخل المؤسسات دون بطبيعة الحال أن يخل من عمله. والحقوق الاقتصادية أيضا، وحق كل تونسي بالتمتع بدخل يتناسب مع حجم وجودة عمله ويحفظ كرامته ويحمي أسرته، وحق المرأة الريفية في المشاركة في الحياة العامة وفي إثبات وجودها. فإلى اليوم حق المرأة الريفية ما زال مهضوما، ونحن ننادي بضرورة تفعيل حقوق هذه المرأة، وحق المستهلكين في الدفاع عنهم وحمايتهم بإجراءات فعالة وإعلامهم وتثقيفهم بحقوقهم الاستهلاكية. ثم حق الطفل على والديه وعلى المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية، حتى نقضي على كل ما يسمى بأطفال الشوارع وغيره. حق الآباء على الأبناء في الاهتمام بهما، فكلما اهتممنا وركزنا على حقوق الآباء على أبنائهم في الدستور نقص ما يسمى بمآوئ العجز، ووجدنا للآباء وضمنت الآباء حقوقهم. تقريبا هذه بعض الحقوق التي أقترح إضافتها في هذا